السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي خريطة معينة عايز احطها ابدأ اشتغل عليها بحيث ان انا انظم المسافة بين المباني، فكل اللي انا اعمله ان انا هاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له انا عايز اعمل كرييت لتكتشرد بلان، وابدأ احدد من هنا لهنا مثلا المكان بتاع الخريطة بالشكل دوت اهو، وابدأ اديله الخريطة او الصورة اللي انا عايز ادخلها. واقول له اوكي واختار اسم ليها، هي الصورة موجودة، فابدأ احط مثلا مبنى في المكان الفلاني هنا، مبنى التاني هنا، بتبقى بنفس المسافات الموجودة في الطبيعة.